السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. كعادة بداية أي فيديو مع بعض بنفكر حضراتكم نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان الفيديوهات توصلنا بشكل مستمر، وأهم حاجة تدعمونا بلايك للفيديو. اللايك بيدي فرصة للفيديو إنه يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، وده بيكون دعم لينا إننا نقدر نحسن ونطور من أدائنا. أتمنى إنكم ما تبخلوش علينا بدعمكم لينا، ويلا بينا نتكلم في التفاصيل لأن حلقة النهاردة فيها حاجات كتير. أتمنى إنك تتابع الحلقة وتشوفها، يلا بينا نتكلم في التفاصيل. زي ما تابعنا في الفيديو اللي فات، او اللي ما تابعش الفيديو اللي فات يدخل يتفرج عليه، اتكلمنا عن بداية الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، واتكلمنا عن بعض الارقام اللي اتحققت في اليوم الاول، وهنتكلم مع بعض النهارده في ارقام اليوم الثاني واليوم الثالث للاسبوع الاول بالدوري المصري. هنبدا مع بعض بمباراه البنك الاهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز وفريق وادي دجله. كانت مباراه فنيا متوسطه الى حد ما، لكن كانت في الشوط الثاني المباراه مثيره جدا، خاصة ان البنك الاهلي دخل الشوط الثاني وهو متاخر بهدف، ما قدرش وادي دجله انه يستغل الفرصه ويسجل الهدف الثاني. في النهايه ادرك البنك الاهلي التعادل بهدف رائع احرزه عاصم صلاح مدافع الفريق اللي استلم الكوره وشاط على الطاير، هدف من اجمل الاهداف لحد دلوقتي في الدوري، علشان البنك الاهلي يحقق اول نقطه ليه في الدوري المصري وعاصم صلاح يسجل اول هدف له في الدوري. من ضمن الارقام اللي حصلت في مباراه البنك الاهلي ووادي دجله، صلاح امين بيسجل الموسم 13 على التوالي، يرفع اهدافه الشخصيه الى 73 هدف. صلاح امين من المهاجمين المخضرمين في الدوري المصري، وعلى المستوى الشخصي انا بحب صلاح امين لانه مهاجم ممتاز جدا، لكن حظه انه ما خدش فرص في فرق من فرق القمه في الدوري المصري. من الارقام اللي حصلت هو رقم حارس مرمى وادي دجله محمد عبد المنصف، الحارس المخضرم صاحب 43 عام اللي بيشارك في الدوري المصري للمرة 25 على التوالي، بيتفوق على صورة كرة القدم المصرية حسام حسن اللي مسجل في تاريخه 22 موسم لكن مش متتاليين. وكمان عبد المنصف بيعادل رقم توتي لاعب روما ومالديني لاعب روما برضو، وعلى بعد مباراة واحدة من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية هوجو جاتي اللي مسجل في تاريخه 26 موسم متتالي. كل التوفيق للحارس محمد عبد المنصف لأنه حارس كبير ومخضرم ويستحق أنه يكون متواجد ضمن أساطير حراس المرمى في الكرة المصرية. كده اتكلمنا عن الأرقام اللي حصلت في مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة اللي انتهت بالتعادل 1-1. هنيجي مع بعض لمباراة بيراميدز والاتحاد، المباراة اللي كانت ممتعة وشيقة ومثيرة من بدايتها. الاتحاد قدر أنه هو يخطف هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق عمار حمدي اللي قدم مباراة فنيا على اعلى مستوى. بيراميدز قدم من اسوأ مبارياته معنويا، مع ان الفريق داخل زي ما بيقول شعاره بطموح جديد وبشعار جديد، لكن كل ده ما جابش نتيجه، والغلبه كانت للاتحاد السكندري. حسام حسن قدام بيراميدز ما بيخسرش خالص، لعب 6 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراتين فقط، يعني حسام حسن بيعرف يلاعب بيراميدز كويس وبيفوز عليه. وكمان من ضمن الارقام اللي حصلت في المباراه دي ان رمضان صبحي لاعب الفريق المنضم حديثا بعد ضجه كبيره حصلت عليه الفتره الاخيره، سجل اول حاله طرد بالدوري المصري بعد ما قال للحكم اعتراضا على ركله جزاء هي هتبقى بالالوان، لو في مكان تاني اعتقد كانت اتحسبت، عندك حق يا رمضان، لو كانت بلون الدولار كانت اتحسبت، مفيش جدال، الحكم هو مغمض كان هيحسبها لك، لكن في الملعب مفيش دولارات، مفيش غير الكرة والأداء، هتتعب ربنا هيديك، مش هتتعب ربنا بيجازيك في الآخر. عمر الفلوس ما صنعت لاعب كرة كويس، والأمثلة كتير، كل لاعب يختار مصيره بإيده، لكن الكل شاف المباراة، رمضان صبحي لم يؤدي، رمضان صبحي كل كرة بيعترض على الحكم، ولا كأن ده نهاية الدوري ولو فاز هياخد الدوري، احنا لسه في البداية، لسه بنقول يا هادي نهدى كده علشان نشوف دوري ممتع وشيق من كل الفرق مش شرط نادي معين. مباراة بيراميدز والاتحاد بتسجل رقم اعتقد انه تاريخي في الدوري المصري، او بتحقق رقم مهم جدا بالنسبة للحارس شريف اكرامي المنضم حديثا لنادي بيراميدز منتقلا من النادي الاهلي برضو بعد مشكلة كبيرة حصلت، لكن الفرق ان شريف كان حدد مصيره من فترة بعكس اللي عمله رمضان، لكن شريف كان له دور كبير في رحيل رمضان عن النادي الاهلي. ما علينا، شريف اكرامي بيلعب
للمرة الأولى من سنة تقريبا، وبالتحديد من يوم 3/12 أو 3 ديسمبر 2019، لما شارك مع الأهلي أمام بني سويف في كأس مصر وفي الدوري. يعني من سنة في كأس مصر ومن سنتين تقريبا أو سنتين إلا شهرين ما شاركش مع الأهلي في الدوري منذ آخر مباراة يوم 24 فبراير أو 24/2/2019، وده كان موسم 2018/2019. يعني الحارس كان مجمد تقريبا، فمن الطبيعي ان ما يكونش متألق وان في هفوات كتير تحصل منه، وده برضو كالعادة زي ما كان مع النادي الاهلي. ما علينا، انا مش بهاجم لكن انا بتكلم في الصراحة والحقيقة. اي نعم شريف له تاريخ مع النادي الاهلي لكن ليه كوارث برضو مع النادي الاهلي والجمهور ما بينساش. هنتكلم برضو عن رقم حصل مع بداية الدوري، اول ركله جزاء بيهدرها عبد الله السعيد لاعب الفريق. برضه من ضمن الارقام اللي اتحققت ان حارس الاتحاد بيكون اول حارس يصد ركله جزاء في الدوري لحد دلوقتي. عموما الاتحاد قدر ان هو يفوز على بيراميدز بفضل وجود حسام حسن، لان وجود حسام حسن في الاداره الفنيه مع اي فريق في بدايه الموسم بتكون بدايه مختلفه، ولو استمر على كده بيقدر ان هو يخش مركز افريقي زي ما عمل مع المصري وعمل فرقه محترمه دخل بيها كأس الكونفدرالية. بعد ما خلصنا مباراة بيراميدز والاتحاد اللي فاز فيها الاتحاد بنتيجة 2-1، نيجي لمباراة مهمة برضو كانت في اليوم الثاني من الدوري المصري، كانت مباراة المقاولون العرب والزمالك اللي قدر يحسمها الزمالك بهدفين دون رد. فوز مهم جدا للنادي الزمالك، خاصة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي وبعد الخروج من كأس مصر أمام طلائع الجيش. مباراة معنوية مهمة جدا وخاصة في ظل التخبط الإداري والمالي في نادي الزمالك. كل التوفيق لنادي الزمالك وأتمنى عودته للمنافسة، لأن ده بيدي قوة للدوري المصري والمنافسة في الدوري المصري. لكن أتمنى إن التصوير يتحسن، لأن التصوير من عوامل النجاح في أي دوري في العالم. أتمنى إن التلفزيون المصري يهتم بالتصوير، ولازم يعرفوا إن دي حاجة تسويقية لمصر لو هنفكر فيها بشكل استثماري، لكن للأسف مفيش ده بيحصل، ومفيش برضو استراتيجية واضحة لعودة الجماهير بالدوري المصري. أتمنى إن كل حاجة بتحصل في الدوريات الأوروبية تطبق في الدوري المصري، أتمنى ذلك. وإن شاء الله واثق إنه في يوم من الأيام هيتعمل، يعالم إنه هنكون عايشين ولا عند ربنا. خلصنا مباريات اليوم الثاني يوم السبت، نيجي لمباريات اليوم الثالث يوم الحد اللي اتلعب فيه مباراتين، كانت الأولى المصري والإسماعيلي وانتهت سلبية، ودي أول مباراة بتكون نتيجتها سلبية في الدوري لحد دلوقتي. كل المباريات اتسجل فيها أهداف، وده برضو اول تعادل سلبي، لان حصل حالة تعادل وحيدة كانت ما بين البنك الاهلي ووادي دجلة اللي اتكلمنا عليها في بداية الفيديو. بعد ما اتكلمنا سريعا عن مباراة المصري والاسماعيلي لان مفيش اي حاجة حصلت فيها غير انها اول مباراة سلبية، نيجي لمباراة النادي الاهلي بطل الدوري وافريقيا وكأس مصر، بطل الثلاثية للموسم اللي انتهى بشق الانفس، وكان الاهلي هو سيد الكرة المصرية والافريقية وان شاء الله هيلعب في كاس العالم. الاهلي بيفوز على المقصة 3-1 في مباراة كانت عبارة عن طوفان احمر بيهاجم نادي المقصة، وده بفضل التوفيق من عند ربنا اولا، بعد كده موسيماني واللاعبين اللي ادى دورها على اكمل وجه. الاهلي بدأ المباراة ودخل في التفاصيل بعد احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 4، وقدر ان هو يسجلها علي معلول علشان يكون تاني لاعب اجنبي في تاريخ الاهلي يسجل في افتتاح الدوري بعد رقم فيلافيو اللي حققه عام 2008. علي معلول بيسجل تاريخ جديد مع النادي الاهلي، اتمنى ان علي معلول يكون اسطوره من اساطير النادي. كل التوفيق لكل اللاعبين وربنا يبعد عنهم شر الاصابات. بعد الاهلي ما سجل الهدف مع الوقت قدر مصر المقصه ان هو يدخل في اجواء المباراه، وبالضغط او ببعض الهجمات على فترات قدر ان هو يسجل هدف التعادل من ركله ركنيه عن طريق مروان حمدي اللي حطها بظهره وراحت اقصى يمين محمد الشناوي. لكن مع دخول الشوط الثاني او مع بدايه الشوط الثاني ونزول ناصر ماهر قدر الاهلي ان هو يضغط بكل قواه على مصر المقصه، وقدر ان هو يضغطه في نص ملعبه لدرجه ان مصر المقاصه ما كانش بيعرف يبني الهجمات، وتقريبا ما راحش على مرمى الشناوي في الشوط الثاني. وكمان كهربا كان من انشط لاعبي النادي الاهلي لانه بيلعب مهاجم ثاني، وقدر ان هو يسجل الهدف الثاني بعد محمد شريف ما سجل هدف من اروع الاهداف اللي اتسجلت لولا الفار اللي لغى الهدف علشان سنتيمترات. ومع نزول برضه صلاح محسن كانت الحركه الهجوميه في النادي الاهلي اكثر نشاطا واكثر حيويه، لان صلاح محسن بيقدر ان هو يتحرك كويس بين الخطوط وبيخلق لنفسه مساحات، وكمان ان الاهلي قدر يستغل دقه التمريرات اللي كانت صحيحه قدر ان هو يركب الماتش في الشوط الثاني بالكامل. وتمنياتنا بالشفاء العاجل لناصر ماهر لانه اصيب بخلع في الكتف، كل تمنياتنا له بالشفاء والعوده سريعا للملاعب. برضه من ضمن النقاط
في الشوط الثاني ان نزول محمد شريف ادى حلول هجوميه لموسيماني، لان محمد شريف بيقدر ينفذ كل تعليمات المديرين الفنيين اللي بيلعب معاهم، مهاري جدا وبيعرف يهاجم كويس على المرمى. وزي ما تابعنا الموسم اللي فات كان هداف انبي وتاني هدافي الدوري المصري بعد عبد الله السعيد. وبكده نكون انتهينا من كلامنا عن مباريات اليوم الثاني والثالث من الاسبوع الاول بالدوري المصري، وان شاء الله هنكون معاكم كل اسبوع من الدوري علشان نقدر نتكلم وندردش في ارقام وبعض الفنيات في مباريات الدوري. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، ولو عجبتك الحلقه اتمنى انك تشيرها، لان ده هيكون دافع كبير لينا وهيكون دعم معنوي لينا. ما تبخلوش علينا بدعمكم لينا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.